بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة زي ما حضراتكم عارفين كان هناك مباراة نادي طلائع الجيش وسموحة، انتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي ما بين الفريقين في الدوري العام المصري في أسبوعه 21، وانتهت زي ما حضراتكم عرفتوا بالتعادل السلبي ما بين الفريقين 0-0. طيب عندنا ايه هنتكلم عنه النهارده؟ عندنا حاجات كتيره جدا هنتكلم عنها النهارده، ولكن اول حاجه هنتكلم عنها النهارده التزام النادي الاهلي بكلمته. النادي الاهلي لما بيتكلم او بيقول ان هو هيلعب دوري مجموعه واحده وهيواجه كل الصعاب، وبالتالي النادي الاهلي بيلتزم بكلمته مهما كانت المغريات ومهما كانت الامور ومهما كانت اي شيء بيحصل، مهما كانت حاله المنافس اللي قدامك، مهما كانت سوء أداء المنافس اللي قدامك، مهما كان هزيمة المنافس اللي قدامك. يعني إيه الكلام اللي أنا بقوله؟ يعني الحقيقة النهاردة هزيمة غريبة وثقيلة لنادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين في البطولة الأفريقية في الدوري المجموعات في الكونفدرالية. الزمالك اتغلب النهارده 4-2 زي ما حضراتكم عرفتوا، ولم يحسن الاداء وكان سيء طوال المباراه. الحقيقه كان النهارده دفاع نادي الزمالك كان سيء للغايه الحقيقه في مباراه اليوم، ولكن ابراهيم حسن قدر يجيب جولين واربع اهداف لصالح نادي جورماهيا، وحارس مرمى نادي الزمالك جنش الحقيقه شال كذا هدف، وايضا حارس مرمى نادي جورماهيا الكيني شال كذا هدف. ولكن في النهايه اللي يتفرج على نادي الزمالك النهارده يعرف ان هو مش كلامي على فكره، ولكن كل المحللين اللي النهارده اتفرجوا على المباراه واتكلموا على المباراه قالوا هذا الكلام، وانا بتفق معاهم في جزء كبير من الكلام اللي بيقولوا ان نادي الزمالك النهارده في أسوأ حالاته. نادي الزمالك النهارده لعب واحده من أسوأ المباريات اللي بيلعبها خلال الفتره اللي فاتت. طيب انا برضو بقول الكلام ده ليه؟ بقوله للناس اللي كانت بتطالب النادي الاهلي ان هو يلعب مؤجلاته او ان هو يلاعب نادي الزمالك ويلاعب نادي بيراميدز. بالفعل احنا ما عندناش اي مشكله ان احنا كنا نلاعب نادي الزمالك او نلاعب نادي بيراميدز، وكل ده مش فارق معانا خالص، وكل ده احنا ما بنفكرش فيه. ولكن زي ما قلت لحضراتكم في بدايه كلامي، النادي الاهلي بيلتزم بالكلمه اللي بيقولها، النادي الاهلي بيلتزم بالخطوات اللي خدها مع اتحاد كره القدم منذ بدايه الدوري. النادي الاهلي في بدايه الدوري لما الحاج عامر حسين قال نلعب دوري من مجموعتين رفض النادي الاهلي، قال له انت هتواجه صعوبات كثيره جدا، قال له انا على اتم الاستعداد لمواجهه هذه الصعوبات. وعلى الرغم من زي ما قلت لحضراتكم من سوء اداء المنافس والشكل اللي ظهر بيه النهارده، كان من الممكن جدا جدا ان انت تلاقي ناس بتقول ايه؟ طب ما الاهلي وافق بقى ان هو يلعب الزمالك. الاهلي ما تفرقش معاه اللحظه الحاليه، ولكن الاهلي دايما لما بيجي يفكر بيلتزم بالكلام اللي بيتقال له وبالورق اللي بيجي له من اتحاد كره القدم، الورق الرسمي اللي بيجي له من اتحاد كره القدم، وبالتالي النادي الاهلي ما زال ملتزما. ودي وجهه نظري بالمناسبه، انا لا امثل مجلس اداره ولا امثل اي شيء، انا بقول وجهه نظري او وجهه نظر الجمهور كمان، ان هو مجلس الاداره له متحدث رسمي يتكلم بالنيابه عنه، ولكن انا لما باجي اتكلم هنا بتكلم وجهه النظر اللي انا شايفها انا والجمهور مع الناس من الصبح لغايه دلوقتي بيتكلموا معايا في هذا الموضوع. فعشان كده انا بقول لحضراتكم ان النادي الاهلي ملتزم بالقرارات اللي بتجيله من اتحاد كره القدم. انت حضرتك هتلعب 8 مباريات في 28 يوم، حاضر ما عنديش مشكله، انا قلت في الاول ان انا هواجه التحديات وهواجه الصعوبات اللي هتبقى موجوده في جدول الدوري خلال اذا لعب مجموعه واحده. ونادي الاهلي زي ما قلت لكم الكلمه اللي بتطلع او الكلمه اللي بيقولها بيلتزم بيها مهما كانت الظروف. 8 ماتشات في شهر واحد، اولى هذه المباراه كانت امبارح وفوز نادي الاهلي على سيمبا التنزاني 5-0، وبكره ان شاء الله او بعد بكره ان شاء الله هتكون في مواجهه في الدوري العام المصري مع نادي انبي احدى المؤجلات، وهنتكلم عنها في وقتها. ولكن زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي هيلعب 8 مباريات في هذا الشهر، امبارح ويوم الثلاث 2 يوم 2 ويوم 5 ويوم 8 ويوم 12 ويوم 16 ويوم 20 ويوم 24 ويوم 28. تفكر ازاي؟ ما انت بقى خلاص شايف الزمالك وحش،
أو ظهر بهذا المستوى السيء الحقيقة في مباراة اليوم، فخلاص بقى وافق واللي يحصل يحصل وهتقدر تكسب نادي الزمالك. الموضوع مش كده خالص يا جماعة، الموضوع إن هناك مبادئ، هناك أمور دايما النادي الأهلي عود جمهوره ومجلس إدارته واتعود على شيء واحد فقط، وهو إن احترام هذه المبادئ واحترام الكلمة اللي بيقولها، احترام المبادئ واحترام الكلمة اللي بيقولها، وفي نفس الوقت الالتزام، الالتزام بما جاء إليه من اتحاد كرة القدم اللي من المفترض أن اتحاد كرة القدم هو اللي بيدير هذه المسابقة. وبالتالي احنا كنادي أهلي أو النادي الأهلي واقف جنب اتحاد كرة القدم، وافق على أنه يلعب 8 مباريات في شهر. ومعلش أنا بقى أكرر هذا الكلام لأنه كلام مهم جدا، نادي الأهلي وافق، لأن أنا طول الوقت النهاردة ناس عمالة تكلمني طب ما خلاص نلعب، لا مفيش حاجة اسمها نلعب، في حاجة اسمها الالتزام بالكلام اللي اتقال لنا أو اللي اتفقنا عليه. طالما في ورق رسمي جاي يبقى لازم نلتزم بهذا الورق أو نلتزم بالقرارات اتحاد كرة القدم، لأن احنا في اتحاد كرة القدم بيحكمنا وفي أمور أخرى بتحكم النادي الأهلي. طبعا اتحاد كرة القدم والمصلحة العليا للبلد، المصلحة العليا للبلد أن النادي الأهلي يوافق أنه يلعب 8 مباريات في 28 يوم وكلها مباريات صعبة وكلها مباريات مهمة. ما فيش حاجة اسمها في الدوري أن أنت بتلعب إمبي ولا بتلعب حرس الحدود ولا بتلعب الزمالك ولا بتلعب بيراميدز ولا بتلعب، كلها مباريات دوري وكلها 3 نقاط. الغرض من اللي انا بقوله ده كله التزام النادي الاهلي بكلمته، ما تفرقش معاه شكل المنافس وسوء المنافس، وان المنافس النهارده مثلا مغلوب كذا 4-2 وشكله وحش جدا في المباراه، كل ده ما يفرقش مع النادي الاهلي، كل ده ما يفرقش مع النادي الاهلي، ولكن اللي يفرق معاه الالتزام بالكلمه اللي بيقولها والحفاظ على المبادئ، حتى لو كان ده ما بيحصلش من ناس كتير، حتى لو ده ما كانش بيحصل من ناس كتير، او خلال الفتره اللي فاتت كل الناس ايه قالت لك اصل الاهلي عنده اصابات ما تيجي نلحق الاهلي كده، وانا رديت ساعتها وقلت يا جماعه الاهلي لو لعب بناشئين ما عندوش مشكله، ما عندوش مشكله، في حاجه اسمها روح الفانيلا الحمراء، والناس لما بتيجي تتكلم في الموضوع ده بتقعد تهزر، يعني الناس اللي ما بتشجعش النادي الاهلي طبعا بتقعد تهزر وتقول لك يعني ايه روح الفانيلا الحمراء. معلش معلش انا اسف جدا، ما حدش هيعرف روح الفانيلا الحمراء غير اللي لبس الفانيلا الحمراء، غير اللي منتمي للفانيلا الحمراء. لكن ان انتوا تتكلموا في حاجات كلها اصل النادي الاهلي مصاب، اصل رمضان صبحي هو النادي، هو رمضان صبحي ما لعبش الماتش اللي فات، مع الاحترام لكل اللعيبه وكل الناس فوق دماغنا من فوق، ولكن الكلام اللي حضراتكم بتقولوه واللي بترددوه في الوسط اللي انتوا بتقعدوا فيه كل حاجه بتوصل وكل حاجه بتتعرف. الكلام اللي حضراتكم بترددوه والكلام اللي بتقولوه هو كلام غير منطقي. النادي الاهلي بمجموعه اللاعبين اللي متواجدين، اصابه رمضان مؤثره، اصابه ياسر ابراهيم مؤثره، اصابه وليد سليمان مؤثره، اصابه وليد ازارو نفس الكلام، اصابه مروان محسن نفس الكلام، عوده عمرو جمال وكان عامل لقاء جميل جدا جدا منذ قليل مع امير هشام في الاهلي الليله، حاجه جميله جدا والحقيقه الواحد استمتع بهذا اللقاء. ولكن زي ما قلت لحضراتكم المصابين دول كلهم فريق كامل للنادي الاهلي، الكابتن احمد فتحي طبعا ورجوعه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه، كل المجموعه دي فرقه لوحدها وتقدر تلعب دوري تاني لوحدها في اسبانيا بقى او في فرنسا، مش هتفرق معانا الكلام ده، لكن في النهايه الموضوع كله ان احنا ما يفرقش معانا المصابين. يعني لما تتكلم على احمد فتحي ووليد سليمان ورمضان صبحي ووليد ازارو مروان محسن بقيه اللاعبين، فكروني يا جماعه لو في حد تاني مصاب انا ما قلتش اسمه، مجموعه اللاعبين المصابين دول كلهم ممكن يلعبوا في اي دوري، الاسماء دي هي اللي تلعب في دوري مش حد تاني، الاسماء اللي ياما مثلت مصر وياما عملت لمصر خلال الفتره اللي فاتت. فاللي عايز اوصله لحضراتكم التزام النادي الاهلي بكلماته مهما كان سوء حالة المنافس اللي قدامك. معانا زي ما قلت لحضراتكم ما تفرقش مع حد خالص حالة المنافس، طبعا قبل المباراة، قبل المباراة طبعا لازم تبقى عارف النادي اللي قدامك بيلعب ازاي وبتدرس النادي اللي قدامك وكل الامور دي، طبعا ده شيء 100% مظبوط. ولكن في نفس الوقت انا دايما في النادي الاهلي ما بلتزمش غير باللي انا بقوله او باللي بيجيلي
الورقه اللي بتجيلي بلتزم بيها من اتحاد كره القدم. جالي جواب ان انا هلعب لغايه يوم 28 مارس 8 مباريات، هلعب الثمان مباريات. مش هفكر بقى اصل الزمالك وحش، اصل بيراميدز مش عارف ماله، اصل مين عنده ايه، اصل المصري كذا، اصل الاسماعيلي مش عارف ماله. لا، ما بنفكرش احنا بالطريقه دي خالص. النادي الاهلي يعني ما بيفكرش بهذه الطريقه. النادي الاهلي لا ينظر الا لمصلحه فريقه، الا لمصلحه فريقه فقط، والوقوف بجانب البلد في المواقف الصعبه اللي زي دي بس. هو ده اللي بيفكر فيه النادي الاهلي، فكرش في حاجه تانية. فكرش ده مين عامل ايه، ولا ده ماشي ازاي، ولا ده بيعمل، ولا ده وحش، ولا ده كويس. ما تفرقش معانا كل هذه الامور. وكالعاده ودايما زي ما بقول لحضراتكم، يعني النادي الاهلي لعب مباراه سيمبا وهو ناقص كتير قوي، لعب مباراه المقصه وهو ناقص كتير قوي، لعب مباراه وادي دجله وهو ناقص كتير قوي. فاز في المقصه، فاز في وادي دجله، فاز في سيمبا التنزاني في مباراته الاخيره الافريقيه. ما بتفرقش معانا موضوع المصابين، طبعا بتفرق مع اي واحد في الدنيا، مع اي مدير فني في الدنيا بيفرق واحد لو مصاب، لانه الواحد المصاب ده لو موجود انا هيبقى قدامي في المكان مثلا ناحيه اليمين، لو موجود احمد فتحي وباسم ومحمد هاني وكمان زود عليهم كريم نيدفيد، يبقى انا عندي اربع لعيبه جاهزين 100%. انا بقى كمدير فني اقعد واحط رجلي على رجلي كده واختار، اقعد واحط رجلي على رجلي كده واختار بقى الاعب احمد فتحي ولا لاعب محمد هاني ولا لاعب باسم علي ولا لاعب كريم نيدفيد، الاعب مين ولا مين ولا مين. بس تبقى عندي ال 25 لاعب ولا ال 30 لاعب اللي عندي كلهم موجودين وكلهم كويسين، وانا بقى كمدرب بقع في حيره او بقع في مشكله كبيره، اللي هي ايه؟ مشكله ان انا عندي لعيبه جاهزه كتيره جدا، اختار بقى. انا كمدير فني هيبقى قدامي المجال وهيبقى قدامي الاوبشن او الـ كل حاجه اقدر اختار بيها، اختار الفريق اللي انا عايز اختاره، اختار الفريق اللي بيناسب طريقه اللعب اللي انا عايز العبها. شفنا مارتن لاسارتي غير من طريقه لعبه في المباراه السابقه امام سيمبا التنزاني ولعب في ثلاثي في وسط الملعب، وكان تامر بدوي الحقيقه اول من طالب لما كان معانا هنا في مباراه الاهلي وفيتا كلاب كان بيطالب بوجود واحد ثالث في وسط الملعب. دلوقتي اتغيرت طريقه اللعب واصبح هناك ثلاثي في وسط الملعب. مش عارفين بقى مباراه انبي هل هيلعب باثنين في وسط الملعب ولا الثلاثه. عنده البدائل، عنده يقدر يجيب عمرو السوليه، يقدر يجيب كريم نيدفيد، يقدر يجيب حسام عاشور، يقدر يجيب حمدي فتحي، اي حد بقى من الرباعي اللي موجود في هذا المكان يقدر يلعب. فلما يبقى عندك اللعيبه كلها موجوده قدامك تقدر تختار من هنا وتقدر تختار من هنا وتقدر تلعب ده من هنا، تقدر تغير شكل وطريقه اداء الفريق وشكل وطريقه اداء اللعب اللي بتلعب بيها في الملعب، اشياء كتيره جدا جدا جدا. لكن في النهايه زي ما قلت لحضراتكم هو موسم استثنائي للنادي الاهلي، في مباريات متلاحمه بشكل غير طبيعي. الشهر ده عندنا 8 مباريات، يمكن الشهر الجاي يبقى اقل شويه في تلاحم المباريات، ولكن الشهر اللي احنا فيه ده عندنا 8 مباريات وكلهم مباريات كؤوس، كلهم بيعتبرهم المدير الفني للنادي الاهلي مباريات كؤوس، لا يفكر او النادي الاهلي لا يفكر الا في شيء واحد فقط وهو كيفيه الفوز بمباراه انبي. خلاص مباراه سيمبا انتهت، دلوقتي الناس ما بتفكرش الا في مباراه انبي، مباراه انبي فقط مش حاجه تانية. فعشان كده انا بقول لحضراتكم الفتره اللي جايه صعبه، الفتره اللي جايه تحتاج تضافر الجميع ان هو يبقى واقف مع لعيبه النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه ومؤازره الجماهير. السبب الرئيسي، السبب الرئيسي، وانا اسف ان انا هقول هذا الكلام النهارده، النادي الاهلي في الطايره هزم في البطوله الافريقيه، وانا اسف البطوله العربيه، البطوله العربيه 3-0 من الصفاقسي التونسي سيدات. عارفين ليه اتغلب النهارده النادي الاهلي؟ لان القاعه كانت فاضيه، الصاله كلها كانت فاضيه، ما كانش فيه جمهور، كان ممنوع دخول الجمهور في هذه المباراه. وبالتالي طبعا كان عائلات اللاعبات اللي موجودين هم اللي راحوا ولعبوا في هذه او شجعوا في هذه المباراه، ولكن تخيلوا بقى حضراتكم لو كان جمهور النادي الاهلي موجود في هذه المباراه، هل كانت النتيجه هتطلع كده؟ اشك، اشك مليون في الميه ان النتيجه كانت هتطلع كده. كان ممكن نتغلب طبعا، بتحصل في كل الدنيا، ولكن ما كانش هيبقى 3-0.
ما اعرفش، دي وجهه نظري، ان لو كان في جمهور في هذه المباراه كان شكل المباراه بتاعه السيدات النهارده هتتغير تماما امام الصفاقسي. كنا نتمنى طبعا الفوز للنادي الاهلي في هذه المباراه، ولكن ما فيش اي مشكله، النادي الاهلي وصل للنهائي، وان شاء الله المباريات القادمه او البطولات القادمه تعود مره اخرى لسيدات النادي الاهلي في كره الطايره. فحضراتكم حضراتكم انتوا اللي خليتوا جمهور او جمهور النادي الاهلي هو اللي خلى لعيبه النادي الاهلي في مباراه سيمبا التنزاني الاخيره دي 5-0 في الشوط الاولاني، والشوط الثاني بيمتعوا بقى اللعيبه على الواقف. هو الراجل قال لهم يا جماعه على الواقف، العبوا على الواقف بقى خلاص، لان احنا عندنا كل ثلاث ايام مباراه. كل ما حد يشوفني يسالني يقول لي ايه سر الشوط الثاني، سر الشوط الثاني في مباراه سيمبا، خلينا نتكلم على المباراه الاخيره. سر الشوط الثاني في مباراه سيمبا هو شيء واحد فقط، هو ان خلاص احنا كسبنا 5-0، عندنا ماتش كمان يومين، يعني النهارده تخيلوا حضراتكم النهارده الحد، بكره الاثنين النادي الاهلي هيسافر بكره علشان او هيخش معسكر بكره علشان يلعب مباراته امام امبي، هيلعب مباراه امام امبي وبعد كده هيريح يوم الاربع، يوم الخميس هيخش معسكر تاني عشان يلعب مباراه امام حرس الحدود يوم الجمعه، يوم الجمعه يخلص مباراه حرس الحدود ويسافر على تنزانيا يلعب مباراه امام سيمبا التنزاني مره اخرى يوم 12، وكلها مباريات كؤوس وكلها مباريات ما فيهاش هزار، ما فيهاش هزار، الثلاث نقاط سواء في الدوري او في البطوله الافريقيه. لو النادي الاهلي فاز في امبي وفاز في حرس الحدود ان شاء الله ده يحصل، وفاز في سيمبا اعتقد ان الركع هتبتدي تخبط تاني زي ما حصل النهارده، الركب بتبتدي تخبط وزي ما حضراتكم شايفين واحده واحده اللي بيحصل ده، زي ما حضراتكم شايفين ده خوف، ده خوف. الناس ابتدت تقول ايه، هو الاهلي جاي، هو الاهلي كسب سيمبا 5، هو الاهلي كسب وادي دجله، هو الاهلي كسب المقاصه 3، ده انا كده ممكن حاجه تحصل بقى. وزي ما انا قلت لكم من كام يوم، من يضحك اخيرا يضحك كثيرا، من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. وطبعا في كلام كتير بيتقال، انا الحقيقه ما بردش على الكلام اللي هو ما هو الا مجرد فقاعات بس بتتقال كده علشان ايه، الناس بتفرش لنفسها عشان تبتدي اما تيجي تطلع الفتره اللي جايه تلاقي حد يتفرج عليها. فانا ما بردش على الناس دي الحقيقه، وما بتكلمش على الناس دي، لانه زي ما قلت لحضراتكم احنا في قناه النادي الاهلي احنا ما بنشوفش الحاجات دي، ما بنشوفش الصغائر الحاجات دي، مش حتى لما حد بيبعت لنا ولا حد بيقول لنا ولا هشام ولا عاطف ولا اي حد من الشباب اللي معانا يتكلم معايا اقول له يا جماعه كبروا دماغكم، معلش احنا هنا في قناه النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي. فعشان كده بقول لحضراتكم المسانده الجماهيريه خلال الفتره اللي جايه مهمه جدا جدا جدا. مسانده جماهيريه ازاي؟ مسانده جماهيريه عن طريق السوشيال ميديا، اللعيبه كلها ماسكه التليفونات طول النهار وبتشوف حضراتكم بتقولوا ايه، وخدوا بال حضراتكم بتبقى اللعيبه بتبقى واخده بالها من كل شيء، عايزين نشوف المنظر اللي قدامنا ده مره تانية في المدرجات زي ما شفناه في سيمبا. ال 12000 كانوا متواجدين 12000 الحقيقه، وكانت حاجه جميله جدا وحاجه ممتعه جدا. انا كنت متخيل ان في مباراه سيمبا الاخيره، عفوا مباراه سيمبا الاخيره دي، لو كان مطلوب من جمهور النادي الاهلي يجي 60-70 ألف متفرج، او كان يسمح للنادي الاهلي ان هو يجي 60-70 ألف متفرج، انا كنت متاكد ان انا هلاقي الجمهور موجود في هذه المباراه 60-70 ألف متفرج. عندما يسمح لجمهور النادي الاهلي ان هو، طبعا دي حاجات امنيه ملناش علاقه بها اطلاقا، الامن هو عارف هو بيعمل ايه وعارف ليه بيحط 12 وليه بيحط 15، والنادي الاهلي بيساعد بالمناسبه. النادي الاهلي بيقول احنا عايزين 20، لا بيقولوا له لا كفايه 12 بس، بيقول اوكي خلاص ما فيش مشكله، بس احنا عايزين 20 ألف المره الجايه. والامن الحقيقه بيتجاوب مع النادي الاهلي في كثير من الامور، ومع مجلس اداره النادي الاهلي في كثير من الامور، لانه يعلم تماما ان جمهور النادي الاهلي هو الاكبر في مصر، وهو اللي مسيطر على كل شيء، وهو الاساس في وصول النادي الاهلي لاي شيء. انا دايما بركز على الموضوع ده لانه بالنسبه لي هو الموضوع الاهم. معلش زي ما قلت لكم، معلش استحملوني شويه للناس اللي ما بتشجعش النادي الاهلي، استحملوني شويه. محدش يعرف التيشيرت ده معناه، مش التيشيرت اللي انا لابسه، التيشيرت الاحمر، محدش يعرف معنى التيشيرت الاحمر غير اللي لبس التيشيرت احمر. والنجيله الخضراء دي لما بتنزل بيها بالتيشيرت الاحمر غير لما بتنزل ده، حتى الفرق الثانيه لما بتلعب بالتيشيرت احمر، الفرق الثانيه غير النادي الاهلي يعني، لما بتلعب بالتيشيرت احمر كده بتلاقي عندها روح،
لما تيجي تتكلم يقول لك روح الفانيلا، لكن احنا عندنا هنا في النادي الاهلي روح الفانيلا الحمراء دي حاجه كده يعني مش عايز اقول لحضراتكم ازاي، لان انا جربتها احساس انا ما اقدرش اوصفه لحضراتكم، احساس انا ما اقدرش اوصفه، لكنها بالفعل بتبقى روح الفانيلا الحمراء. روح الفانيلا الحمراء في الصفاقسي في الثواني الاخيره، روح الفانيلا الحمراء في مباراه الزمالك 4-2 في الكاس في نهائي الكاس، روح الفانيلا الحمراء لما ابو تريكه جاب الجون في الدقيقه الاخيره لما شوقي عملها له وابو تريكه جاب. انا بتكلم عن الحاجات اللي انا كنت متواجد فيها عشان كده ببقى فاكرها. روح الفانيلا الحمراء اللي بتحصل في كل ثانيه في عماد متعب لما الكره اتلعبت له من وليد سليمان وحطها في البطوله الكونفدراليه. معلش يا جماعه معلش استحملوا شويه الكلام اللي بيتقال، محدش هيفهم يعني ايه روح الفانيلا الحمراء غير الناس اللي لبست التيشيرت ده والناس اللي بتشجع التيشيرت ده. الناس التانيه ما عندهاش، مش هيبقى عندها الرفاهيه ان هي تعرف يعني ايه تشجع الفانيلا الحمراء، يعني ايه ان احنا ما عندناش اي مشكله، يعني ايه ان احنا بنلتزم بالكلام اللي بيتقال لنا، ما تفرقش معانا سوء حاله المنافس خالص. فتخيلوا بقى دلوقتي لو الموقف اتعكس، تخيلوا بقى لو الموقف اتعكس. يعني ايه لو الموقف اتعكس؟ يعني تخيلوا دلوقتي لو النادي الاهلي هو اللي طالب ان هو يلعب نادي الزمالك ونادي بيراميدز، كان ايه اللي هيحصل؟ تخيلوا الاهلي بيلعب الزمالك بالحاله الحاليه اللي احنا شفناها، مباراه سيمبا ومباراه نادي الاهلي ضد سيمبا ونادي الزمالك ضد جورماهيا، كان ايه اللي هيحصل؟ ها حد يقول لي؟ طيب كان من الممكن ان يكون هناك سكور تاريخي مثلا في مثل هذه المباريات بهذا الشكل بهذا المستوى، لكن اللي انا بقوله اللي انا دايما بقوله ان النادي الاهلي ملتزم بكلمته، وهو ده الشيء الاهم بالنسبه لي والشيء اللي انا عايز اوصله لحضراتكم. كل الكلام اللي انا بقوله ده عشان اوصل لحضراتكم قد ايه النادي الاهلي ملتزم بكلمته مهما كان سوء حاله اي منافس، اي منافس في الدوري. النادي الاهلي هيبتدي مبارياته القادمه ان شاء الله يوم الثلاث القادم ضد فريق امبي، هيعود بقى للدوري مره اخرى ومؤجلات الدوري مره اخرى، وبكده لن يتبقى الا مباراه وحيده مؤجله للنادي الاهلي هي مباراه الزمالك، يعني المباراتين مباراه الزمالك، وتقرب بقى الدنيا شويه خلال الفتره القادمه. بكره ان شاء الله في مباريات هامه جدا في الدوري العام المصري، مواجهات قويه ستنطلق في الساعه 5، مواجهه ما بين النادي المصري ونادي الاتحاد السكندري، وهي مباراه الفرصه الاخيره اعتقد للكابتن حلمي طولان وكابتن ايهاب جلال. الحقيقه ماشي بشكل جيد مع النادي المصري، ثم مباراه اخرى مع ما بين الداخليه امام نادي بيراميدز وتحت القياده الفنيه المؤقته لكابتن احمد حسن. طبعا بيراميدز عامل مباريات هايله خلال الفتره الاخيره، ونادي الداخليه ايضا عامل مباريات جيده خلال الفتره الاخيره، وبالتالي انا متخيل ان احنا هنستمتع بمباراه جيده. انا كنت سامع الكابتن احمد حسن بيتكلم ان الملعب ضيق وان الاضاءه مش كويسه وكذا وكذا، ولكن في النهايه فريق الداخليه فريق محترم، فريق بيراميدز فريق من الفرق اللي بتمتعنا الحقيقه في الدوري العام المصري، ودي حقيقه لازم نقولها، لكن فريق من الفرق اللي بتعمل مباريات كويسه، وبالتالي من الممكن ان احنا بكره ان شاء الله نشوف مباراه حلوه ما بين نادي بيراميدز ونادي الداخلية. في نفس الوقت مباراة الاتحاد السكندري والمصري مباراة جماهيرية من الدرجة الأولى، سيد البلد بيلاعب النادي المصري البورسعيدي. خلينا بقى نشوف إيه اللي هيحصل في المباراتين دول، المباراتين دول هيبقوا بكرة إن شاء الله. النهاردة معايا ثلاثة من النجوم الكبار، الكابتن إبراهيم عبد الصمد والكابتن محمد حشيش وأحمد ثابت. الدكتور أحمد ثابت هيتكلم معانا برضو في بعض الإحصائيات اللي عاملها لنا، هنتكلم معاهم عن مباريات الدوري اللي اتلعبت النهارده وتوقعاتهم لمباريات بكره، وهنتكلم معاهم طبعا عن النادي الاهلي يوم الثلاث القادم ومباراته المؤجله امام فريق امبي. من الحاجات اللي مخليه الواحد مبسوط في المباراه الاخيره حسين الشحات. حسين الشحات اكتر حاجه عجباني تفاعل الجمهور مع حسين الشحات، حسين الشحات تحس ان هو بيلعب في الاهلي بقاله 20 سنه. بقاله 20 سنة الناس بتتفاعل معاه وبتتكلم معاه وبتحبه. الراجل ضحى بأشياء كثيرة جدا عشان يكون
متواجد في النادي الأهلي. وبالمناسبة من مباراة لأخرى مستواه بيرتفع، من مباراة لأخرى مستواه بيرتفع. وزي ما قلت لكم دايما اصبروا على الصفقات الكبيرة وبيبقى جاية بزخم جماهيري كبير جدا، دي بتبقى محتاجة صبر شوية، لأن الناس بتبقى متخيلة أن حسين الشحات هياخد الكرة من محمد الشناوي يجيبها في جون الحارس الآخر، في لو كان بيلعب المقصة مثلا يجيبها في حارس أحمد عادل، لكن ده ما بيحصلش يا جماعة. الكرة كرة القدم هي لعبة جماعية، عندك مجلس إدارة بيشوف احتياجات الفريق ايه، بيجيب احتياجات الفريق على حسب احتياجات المدير الفني، بيقول لمجلس الاداره انا عايز كذا وكذا وكذا وكذا، هم بقى مجلس الاداره بيسعى ان هو يجيب افضل لاعبين ولهم شخصيه النادي الاهلي. واهم حاجه في الميركاتو الشتوي السنه دي ان كل اللعيبه اللي جت، كل اللعيبه اللي جت بصبغه النادي الاهلي، بشخصيه النادي الاهلي، وكلها صممت ان هي تيجي النادي الاهلي علشان هي عايزه النادي الاهلي، مش عايزه نادي تاني. حسين وياسر وكل المجموعه، كل المجموعه اللي جت الحقيقه كلها كان ليهم صبغه وشخصيه النادي الاهلي، عشان كده الواحد متفائل خلال الفتره اللي جايه ان الناس دي هيبقى ليها دور مهم الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي. خلينا نطلع نشوف تقرير عن تالق حسين الشحات ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه. كل التوفيق للنجم حسين الشحات وكل لاعبي النادي الاهلي. احنا كل مره كده هنجيب لحضراتكم حد من المتالقين، كريم نيدفيد احد اهم وابرز اللاعبين في النادي الاهلي. انا قريت حاجه كده ان كريم نيدفيد واحد من اللعيبه اللي عملت اول لعيب يعمل ريمونتادا على الجماهير بالفعل، لان كريم نيدفيد، وانا الحقيقه ما بتكسفش اقول هذا الكلام او ما بخافش اقول او بخاف اقول هذا الكلام، لانه كريم نيدفيد كان فترة من الفترات بسبب توظيفه الغير جيد ونزوله في التوقيتات الغير جيدة كان دايما كريم نيدفيد الناس بتحس ان هو اقل من مستواه الفني، ولكن دلوقتي كريم نيدفيد اثبت لكل الناس، لكل الناس اللي كانت بتتكلم على كريم بطريقة وحشة ان هو قد ايه هو لاعب جيد جدا، يلعب باك رايت ماشي، يلعب في وسط الملعب ديفندر ماشي، ما عندوش اي مشكلة. وبالتالي من اللعيبه اللي انا حابب الحقيقه الريمونتادا اللي عملها كريم نيدفيد مره اخرى على الجمهور، على حضراتكم، لانكم انتوا دايما اللي بتبقوا الـ اسمها ايه الـ بنعرف دايما منكم احنا كويسين ولا وحشين. انا يعني المعيار بتاعنا، يعني معيار النجاح بتاع اللاعب، انا اسف ان انا بقول بتاعنا لان انا الواحد دايما بيتذكر قد ايه وهو كان لاعب وكده، لكن الجمهور دايما هو بيبقى معيار نجاح اي لاعب، وهو بيشوف من خلال اللاعب، اللاعب نفسه بيشوف من خلال الجمهور قد ايه هو نجح في المباراه دي او في المباراه السابقه او كذا او كذا. فكريم نيدفيد الحقيقه احنا مثلا هنا معيارنا حضراتكم، حضراتكم لما بتبقوا قاعدين وبتتفرجوا على النادي الاهلي او على ملعب الاهلي وعلى كل قناه النادي الاهلي بنبقى مبسوطين، عايزين نعمل كل حاجه لحضراتكم، علشان اهم حاجه بالنسبه لنا هو معيارنا هو حضراتكم دايما تبقوا متواجدين امام الشاشه. عشان كده عايزينكم دايما تتفاعلوا معانا، وزي ما قلت لكم انا دايما وهاكرر الكلام ده 100 مره، انا عندي هنا فريق اعداد من اقوى فرق الاعداد اللي موجوده الحقيقه، كلهم الحقيقه ناس محترمه وصحفيين كبار في اماكنهم، ولكن حضراتكم دايما بتبقوا النص الثاني، بتساعدوهم وبتساعدوني ان احنا نتكلم او هنتكلم في حلقه اليوم على ايه. طيب فلافيو اول ما جه النادي الاهلي وكنت اتشرف بالتواجد في ذلك الوقت، فلافيو اول لما جه النادي الاهلي الحقيقه كانت الامور صعبه جدا بالنسبه له، ولا عارف يتكلم اللغه بالنسبه له، طبعا ما كانش بيتكلم غير مع جيلبرتو بس، ودايما كان مكشر وباصص في الارض، هو فلافيو كده، ده كان دايما مكشر وباصص في الارض، كان كل ما يلعب معانا في التمرين، في التمرين خدوا بال حضراتكم في التمرين كان بيكسر الدنيا، بيجيب له 10 تجوان في التقسيمه مثلا، ما يجي يلعب تقسيمه الاحمر ضد الاخضر كان يجيب 10 تجوان، يجي الماتش بيتحرك كويس وبيعمل كل حاجه كويسه بس ما بيجيبش جول، في الاخر عماد النحاس بيشوط كوره جت في دماغ فلافيو ودخلت جول بالصدفه، ولكن فلافيو دخل كل قلوب الاهلاويه، بعد الكوره دي تحديدا مباراه المحله لو تفتكروا، مباراه المحله بعد المحله، المحله في المحله، بعد الكوره دي
فلافيو انطلق في كل الاتجاهات واصبح واحد من اقرب الافارقه واقرب واهم الافارقه لجمهور النادي الاهلي الحقيقه، من كتر اللي عمله بقى. لعب في كاس العالم في اليابان، ولعب زي ما حضراتكم شايفين كده، لعب في كاس العالم في اليابان، خد دوري كتير مع النادي الاهلي. يعني الفتره اللي كان متواجد فيها تقريبا احنا خد النادي الاهلي خد الدوري في الوقت ده كتير قوي، او كل الدوريات اللي لعبها فلافيو تقريبا اعتقد خدها، كاس مصر، كاس عالم، شوف بقى من كاس مصر وكاس عالم وبطوله افريقيه، حاجات كتيره جدا، وسوبر مصري وسوبر افريقي، يعني مش عايز اعد لحضراتكم. فلافيو النهارده كان ناقص بجد فلافيو يلعب في الدوري الاسباني، يعني المجموعه دي تلعب في الدوري الاسباني. طيب، فالحقيقه برضو فلافيو احنا زي ما بنعمل مع حضراتكم دايما، او زي ما بنتكلم مع حضراتكم دايما، بيبقى عندنا تقرير عن افريقي بروح الفانيلا الحمراء. فلافيو ده افريقي بالفعل بروح الفانيلا الحمراء، وحتى الان بيساعد وبيساهم في وجود بعض اللعيبه زي جيرالدو. جيلبرتو كان المساهم الاكبر، وفلافيو لما جيرالدو اتسال هنا برضو عندنا في قناه النادي الاهلي واتسال واتقال له مين، قال له فلافيو وجيلبرتو، كان لهم دور كبير جدا. فلافيو بالفعل هو افريقي بروح الفانيلا الحمراء. نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هستقبل النجوم الكبار كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن محمد حشيش، دكتور احمد ثابت. يعد الأنغولي أمادو فلافيو أحد أهم اللاعبين الأجانب في تاريخ القلعة الحمراء، لما سطره من تاريخ حافل من الإنجازات والأهداف خلال فترة مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القرن الإفريقي. ولد فلافيو في 30 من ديسمبر عام 1979 بالعاصمة الأنغولية لواندا. بدا حياته الكروية في نادي بترو أتلتيكو الأنغولي، لعب أول مبارياته وهو في 20 من عمره، ولعب ضد الأهلي عام 2001، سجل هدفا وسعى الأهلي لضمه، لكن مغالاة ناديه المادية حالت دون إبرام الصفقة في هذا الموسم عام 2005. انضم فلافيو خلال فترة الانتقالات الشتوية للأهلي، ارتدى القميص رقم 23. مع بداية مشاركته مع الفريق الأحمر تعرض لهجوم شديد بسبب عدم قدرته على التسجيل من كل الفرص التي اتيحت له طوال موسم بأكمله، باستثناء هدف وحيد ارتطم برأسه من الخلف. لكن الأمور اختلفت تماما في الموسم الثاني، أصبح واحدا من معشوق الجماهير الحمراء بسبب أهدافه القاتلة مع الفريق في مختلف البطولات التي فاز بها الأهلي، ليبدأ الفهد الأنغولي لحجز مكانه في قلوب الأهلاوية. بات أحد الأيقونات التهديفية التي تتغنى بها الجماهير حتى الآن. الجماهير لا تنسى أهدافه التي تعد من أبرزها رأسية نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام القطن، رأسيات الديربي أمام الزمالك، هدف التتويج في لقاء حسم الدوري المصري أمام الإسماعيلي، ثنائية كأس العالم للأندية 2006، وغيرها الكثير، ليتحول فلافيو إلى واحد من معشوق جماهير الأهلي. ضرب المهاجم الأنغولي مثالا كبيرا في الصبر والتحدي، فبعد موسم كامل مليء بالعثرات وعدم التوفيق مع الأهلي لم يستسلم، انفجرت أهدافه في المواسم التالية لتهز شباك المنافسين ولتسعد عشاق الأهلي، لتكون مصدر السعادة في معظم المباريات. حتى في وقت الرحيل خرج فلافيو من الباب الكبير نهاية موسم 2009-2010 متجها إلى الشباب السعودي في صفقة أنعشت خزينة الأهلي بأكثر من 24 مليون جنيه، وهو رقم كبير في ذاك التوقيت.
فلافيو إفريقي بروح الفانيلا الحمراء. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في حلقه اليوم. النجم الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد، ازيك كابتننا؟ شرف ومنور وسعداء. انا سعيد بالصحبه الجميله دي، ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن محمد حشيش، ازيك كابتن؟ ازيك يا استاذ، عامل ايه؟ من نورك انت، بقالنا يومين ما شفناكش. بقالنا ان شاء الله دايما متواجد معانا. ايضا النجم بس الصغير مش الكبير صغير سنا يعني، ازيك يا احمد؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ حضرتك منور دايما وسعيد بالتواجد مع كابتن ابراهيم وكابتن محمد. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. كابتن ابراهيم، هبدا بحضرتك وراي حضرتك في مواصله التالق للنادي الاهلي خلال مباراته الاخيره امام سيمبا التنزاني. الحقيقه على مدار الثلاث ماتشات الاخرانيين النادي الاهلي بيقدم مستوى اكثر من ممتاز. الحقيقه التناغم بين اعضاء الفريق الحقيقه أصبح أكثر من ممتاز، وتفاهم غير طبيعي، احتلال المراكز والتحرك بدون كرة وتمرير الكرة في الأماكن الخالية من وراء المدافعين، دي سمة من سمات النادي الأهلي. تألق حسين الشحات كأسيست غير طبيعي، كل الاجوان اللي بتيجي في النادي من النادي الاهلي دلوقتي هو بيبقى اساسي في 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 بدايتها او في اللعبه الاخيره. يا كابتن ممكن طلب رخم شويه، معلش بعد اذنك، ممكن نمسك الخشب؟ لا حاضر، عشان المطلوب ان احنا لا، اصل الناس انتقدوه الاول يعني، وطبعا اي حد طبيعي بيجي في النادي الاهلي الاول البدايه بتبقى عايز يثبت نفسه بسرعه، انما هو يعني انصهر زي ما يكون بقاله 20 سنه بيلعب في النادي الاهلي. وكل الاهداف حتى الخمس اهداف اللي جبناهم مع سيمبا، اربع اهداف منهم تمريرات متقنه من حسين الشحات لزمايله. اذا كان مش اللعبه الاخرانيه يبقى اللعبه اللي قبل الاخيره. التغييرات الموفقه الحقيقه من النصارتي واشراك اللعيبه اللي راجعين من اصابه في ماتش سيمبا عشان يدي لهم احساس الماتشات وانهم يدخلوا الملعب مش قلقانين بعد كده من تجدد الاصابه، الحقيقه تصرف ذكي جدا منه انه يشركهم في الماتش الاخراني. الناس بتلوم النادي الاهلي الشوط الثاني انه بيهدي اللعب، لازم يفهموا ان بنلعب على قد الماتشات دلوقتي، كل ثلاث ايام ماتش، لازم في الشوط الثاني، لازم الشوط الاولاني لازم بنهجم وبنضغط عشان نحقق المطلوب. يعني هو حضرتك تقصد هنا ان لو الاهلي مثلا لا قدر الله مثلا متعادل ولا مغلوب مثلا في الشوط الاولاني هو هيبذل مجهود؟ هيبذل انما اذا حققنا المطلوب في الشوط الثاني بنبقى هادين وبنخلي الكوره هي اللي تشتغل عشان نحتفظ باللعيبه هادين، يبقى يقدروا يلعبوا الماتشات اللي بعد كده كل ثلاث ايام ماتش يبقى بنفس المستوى اللي بيعملوه في الشوط الاولاني. نعم. فمحدش يلوم النادي الاهلي على التاكتكس اللي بيعمله في الشوط الثاني، ده تعليمات المدرب وخبره من لعيبه النادي الاهلي انهم يحتفظوا بلياقتهم البدنيه عشان يقدروا ان شاء الله باذن الله يكملوا كل ثلاث ايام ماتش دي، ويقدروا سواء في البطوله الافريقيه او في الدوري العام ان شاء الله. كابتن محمد، معلش هسال حضرتك سؤال انا كنت اتكلمت عنه، هل حاله المنافس تفرق مع النادي الاهلي؟ بمعنى ان مثلا نادي الزمالك النهارده لم يؤدي مباراه جيده في مباراته امام جورماهيا الكيني، وانا بحاول اقتبس العبارات اللي اتقالت، انا ما بقولش وجهه نظري، انا بحاول اقتبس العبارات اللي اتقالت ان لم يؤدي مباراه جيده، ونادي الزمالك الدوري غير نادي الزمالك المحلي غير الافريقي او الافريقي مش فاكر حاجه كده يعني. وهل من الممكن ان تؤثر حاله المنافس في ان احنا نطلب احنا نلعب مثلا او ما نلعبش، ولا انت بتبقى دايما ملتزم بكلام انت بتقوله؟ طبعا رد على السؤال ده، طبعا النادي الاهلي على طول ملتزم. نعم. انا عندي جدول اتبعت لي من اتحاد الكوره انا ملتزم بيه. نعم. مش هغير اي مباراه ولا عشان حاله المنافس، ما بصش حاله المنافس، انا ما بعملش زي الناس الثانيه ما بتعمل. نعم. ان النادي الاهلي كان في فترات مثلا قليل شويه فعايز اقابله دلوقتي عشان الحق، لا
هو جدول من اتحاد الكوره لازم الناس كلها تمشي عليه. ودايما الكبير هو اللي بيدي مثل بالظبط. يعني النادي الاهلي دايما قدوه في كل حاجه. فقرار النادي الاهلي ان انا عندي جدول انا ملتزم بيه هو قرار صائب. احنا عادتنا عمرنا ما بنبص للمنافس اصلا خالص، في سواء احنا في القمه، احنا عندنا هبوط شويه في المستوى، عندنا ظروف، عندنا كذا، عندنا كذا، ما ببصش للمنافس لان انا عارف نفسي، انا عارف نفسي، النادي الاهلي عارف نفسه. لما بيبقى كويس، ممكن الكلام ده انا قلته قبل كده، النادي الاهلي بيبقى كويس خلاص الحمد لله بيدوس على اي حد. والناس الثانيه هي اللي بتخبى، ترجع بقى تدور على اي حاجه، لا مش عايزين بقى نلعب، لا مش عارف ايه، لا يعني دايما كده. ده رد على سؤالك. هرجع تاني بقى للمكاسب بتاع النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، ليها جوانب ايجابيه كتير قوي. اولا عوده الثقه للعيبه، ودي كانت اهم حاجه غايبه عن الفريق، هي ثقه اللعيبه بانفسهم. يعني انا من بعض هدي مثلا من بعض اللعيبه انا يعني يمكن قرصت عليهم في بعض الاستديوهات، والناس زعلت وقالوا لي انت زودتها، بس النهارده انا بتكلم على اللعيبه دي بقى انها مستواها يعني ارتفع بشكل ملحوظ. وهخص بالذكر سولية. سولية جاب فتره من الفترات انا كنت واخد عليه كذا ناحيه كده سلبيه، النهارده من نجوم المباريات الثلاثه اللي فاتت، غير انه هداف، لا عنده الحتت اللي ما كانش بيعملها، الحتت الهجوميه بيكمل نواحي الهجوميه كويس قوي، الحاجات اللي كانت ناقصه بقى هداف دلوقتي، داخل في هدافين لفريق النادي الاهلي وهدافين الدوري. عايز اقول كمان ان بعض اللعيبه ابتدى مستواها يعلى من مباراه لمباراه، سواء التدعيمات بتاعه يناير او اللعيبه اللي كانت موجوده في النادي. مثلا زي حسين شحات. حسين شحات ما شاء الله كل مباراه عن الثانيه، غير انك بتحس ان هو بقى له فتره كبيره في النادي الاهلي. ممكن هو اقول حاجه برضو بعد اذنك؟ اتفضل. ممكن تمسك الكرسي الخشب؟ بص بقى انا دايس اهو ودايس برجلي وايديا اتفضل انا مع الترابيزه كمان شويه. فمن اللعيبه اللي ما شاء الله، كمان اللعيبه اللي كانت مصابه ورجعت من اصابه ما شاء الله، يعني بترجع لمستواها مباراه عن مباراه، زي مثلا طبعا اجاييه، وده ما شاء الله يعني من النماذج المحترمه جدا جدا في النادي الاهلي، اللي تحس ان هو كان من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. الاهم من كده كمان يا اسلام بقى هو الثقه في الجهاز الفني اللي موجود. خلي بالك برضو انت لما بتيجي برضو في هزه ما بين الجمهور واللعيبه في ناحيه الثقه وفي الاداء، برضو انت لسه ما شفتش المدرب والجهاز الفني واختيار المدرب، ما قدرتش تحكم عليه من اول ماتش وتاني ماتش. دلوقتي انت لا، الناس كلها ابتدت تقتنع اقتناع كامل بان الجهاز الفني على مستوى عالي. اللي وصل له اللعيبه ووصلت له الفرقه دلوقتي وحاله الفريق، مش بس مكاسب اداء، انت ممكن تكسب، ممكن تكسب مثلا بضرب الجزاء واسمك ما كسبت وثلاثة بونت، انما انت بتكسب وبتادي اداء على مستوى عالي جدا. فالكلام ده كله وعوده الثقه اللعيبه وارتفاع التدريجي في مستوى اللعيبه، كل ده مش هيجي من فراغ طبعا، ده وراه جهاز فني على مستوى عالي جدا وحافظ، وابتدى يعرف امكانيات اللعيبه ويقعد مين ويدي مين. بس عشان ده مهم جدا يا كابتن محمد، دور محمد يوسف تحديدا صحيح واضح في الموضوع. محمد يوسف وكابتن محمد يوسف طبعا، وكابتن سامي قمصان، الاثنين زمايل يعني، لكن دورهم واضح جدا الحقيقه في الموضوع. قبل بس ما كابتن محمد حشيش يكمل، انا بفتح يعني طول ما انا قاعد دايما افتح تويتر وافتح اشوف الدنيا فيها ايه. الحقيقه على تويتر حالا دلوقتي نمره واحد ترند في مصر، جمهور الاهلي وراك يا خطيب، ب 146,000 تويتر. جمهور النادي الاهلي عامل على طبعا ده جمهور النادي الاهلي طبعا كي. طبعا يعني جمهور الاهلي وراك يا خطيب في 146,000 تويتر على تويتر، وبعدها على طول بيجي الخطيب اسطوره مصر ب 87,000 او 88,000. بعد كده بقى في حاجات تانية، اللي عايز يشوف الحاجات التانية يخش يشوفها. قليل اسلام والله على كابتن الخطيب. لا مش هقول لكم، عمالين يقولوا لي قول لنا ايه، طيب فاقول لهم مش هقول لكم. طب ممكن تقول لنا؟ لا انا ممكن اوريها لك، لكن انا مش هقول. اللي عنده تويتر يا جماعه يخش يشوفها بعد اذنكم. لا مش هينفع، معلش انا اسف. طيب اول حاجه، اول ترند جمهور الاهلي وراك يا خطيب، تاني ترند الخطيب اسطوره مصر، تالت ترند الزمالك فضح مصر،
رابع ترند افريقيا تعرف رباعياته. خامس ترند فولورز. لا بلاش بقى كده كفايه كده. انا بس اللي عايز اقوله ان ده مش انا اللي بقوله، ده تويتر اللي بيقول كده. بالمناسبه اي حد دلوقتي قاعد يقدر يفتح تليفونه على تويتر، خش على تويتر ويجيب الترند اللي في مصر دلوقتي ايه، هيقول لك اهو نمره واحد جمهور الاهلي وراك يا خطيب، نمره اتنين لخطيب اسطوره مصر. فبرضو ده شيء مهم جدا ان مجلس الاداره طبعا، بعد ما تعب الكابتن خطيب امبارح ومشي في الدقيقه 54 اعتقد في المباراه، اعتقد ده برضو الحمد لله احنا طمنا الناس من خلال ملعب الاهلي امبارح، لكن ده رد مهم جدا. سلام الكابتن الخطيب تحمل ضغوطات عاليه جدا 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 خلال الفتره اللي فاتت من جميع الاتجاهات، هو ومجلس الاداره وناس كثيره جدا ما كانتش حاسه ان يعني النادي الاهلي بيغير جلده، بيعمل فريق جديد، عنده كم اصابات غير عادي مشترك. الكلام اللي كنا بنقوله في الاستوديو كانت الناس فاكره ان احنا بنبرر، انما دي حقيقه، ان احنا كنا بنلعب في اكتر من مسابقه. يا كابتن ابراهيم ابو حميد بنلعب في اكتر من مسابقه، كاس افريقيا، بطوله افريقيا، دوري عام، بطوله عربيه، اللعيبه اصابات بالجمله عمرها ما حصلت في تاريخ النادي الاهلي او في اي فرقه، ان يبقى كم ال 11 الاساسيين ومعاهم كمان الدكه. أيوة. اصابات كثيره جدا جدا حصلت، وكل ده وان الاهلي واقف على رجليه. لما تحس كمان ان هو خسر البطولات اللي فاتت، خسرها ازاي؟ خسرها في نهائي ما طلعش من الادوار التمهيديه، ده خسر في نهائي بطوله عربيه بتعادل بيخرج. يعني مش مثلا كوارث حصلت، ومع ذلك ثقه الجماهير في الكابتن الخطيب ومجلس ادارته والتدعيمات اللي حصلت في يناير ما كانش برضو كلام ان احنا هنعمل ولا ده استنوا. لا، يناير جه الحمد لله، تدعيمات اكتملت الفرقه. اظن كل واحد في بيتفرج على فريق النادي الاهلي حاسس انه فريق ابتدى يكتسب بقى الاداء الحلو بتاع النادي الاهلي اللي موصله ليل. ولازلت مصر ان مش مساله مكسب بس، انما كمان اداء على مستوى عالي. فطبعا انا يعني بحيي طبعا كابتن الخطيب، ودي حاجه طبعا قليله بالنسبه له. وان شاء الله، عشان برضو يعني في نقطه مهمه برضو، ان المنافسين هيدوقوا بقى من الكاس اللي احنا جربناه، هيعرفوا ان لما ازاي يلعب بقى في بطوله الدوري وافريقيا ويلعب في البطولات دي، هيشوف الاجهاد ويشوف. هو وائل جمعه الحقيقه قال حاجه كويسه في الاستوديو امبارح بعد المباراه، قال يعني انا مش ذنبي ان انا بوصل نهائي افريقيا وغيري ما بيوصلش، يعني مش ذنبنا فعلا كهوية ان احنا نوصل نهائي افريقيا ونسمع يعني. طبعا ما ده اجهاد على الفرقه، سفر ومجي ومشات زي ما بيقول الكابتن حشيش. أيوة. الاهلي بيمثل مصر طبعا، لازم يشارك في كل البطولات، يعني لازم يشارك في البطوله العربيه، ولازم يشارك في البطوله الافريقيه، ولازم يشارك في الدوري، ولازم يشارك في ومطالب انه يفوز، لان الاهلي ما بيعرفش الا المركز الاول. وبعدين يا اسلام يعني معلش انا هقول نقطه بس اخيره، بتشوف قيمه كمان النادي الاهلي من طبعا غير جمهور وغير نتائجه وبطولات ونادي القرن، المدربين والاجهزه الفنيه بتاع الفرق الافريقيه لما بتيجي مصر بتقابل النادي الاهلي بتتكلم ازاي على فريق النادي الاهلي؟ بتتكلم ازاي؟ بتتكلم بكل، بيقول لك يعني لما كنا في الجزائر ماتش بتاع الجزائر، الراجل بيقول انا كويس قوي ان انا يعني بقابل بطل افريقيا. لما كنا في البطوله العربيه اللعيبه نفسها طالعه بتقول يعني حاجه كبيره جدا ان احنا نلعب قدام النادي الاهلي. فقيمه النادي الاهلي كبيره، وان شاء الله تفضل على طول كده دايما ان شاء الله. تمام دكتور، عايز اسالك عن رايك في اهم الايجابيات اللي حصلت في المباراه الاخيره امام سيمبا التنزاني. طبعا الشوط الاول يعني واحد من امتع اشواط النادي الاهلي في اخر خمس سنين. راح النادي الاهلي قدم اداء يعني جماعيه في الاداء، تحرك بدون كوره، لا مركزيه، انكار ذات، مدرب بصراحه يعني لاسارتي بصماته بدات تبان تدريجيا كده. وكنت في الاول مثلا كانت لسه بصماته مش واضحه قوي، لا دلوقتي الراجل لاسارتي ده واضح جدا ان هو صاحب قرار، صاحب شخصيه، تغيير طريقه اللعب من 4 2 3 1 ل 4 3 3 او بتتحول في الحاله الهجوميه ل 4 1 4 1، استخدام اسلوب الضغط العالي، الضغط المبكر على الدفاع والحارس المرمى بخمس لاعبين وبيغطيهم اللاعب اللي هو الارتكاز الدفاعي اللي هو بيبقى في المركز 6، ده اسلوب واضح جدا من لاسارتي، يمكن ده رقم واحد. رقم اثنين اسلوب استخدام اسلوبه للضغط العالي، واضح جدا ان هو يعني مدرب صاحب بصمه. ثالث حاجه طريقه ادارته للمباراه، يعني الراجل بعد ما احنا تقدمنا بخمس اهداف
يعني بدا يريح اللعيبه، يعني ان انت اللعيبه اللي كلها اللي معاها انذارات تريح مثلا علي معلول، تريح تعمل بقى سياسه التدوير، لان انت عندك كل 3 ايام ماتش او كل 48 ساعه ماتش، فطريقه تدوير اللعيبه دي حاجه مهمه جدا، ان انت تدخل محمود وحيد مكان علي معلول، تدخل رامي ربيعه، حتى برده كمان ثقته في ربيعه او اصراره ان هو يضم واحد زي ربيعه، دليل ان هو اتفرج عليه بشكل مميز. ربيعه لعيب جوكر، ينفعك كمساك، ينفعك كباك يمين، ينفعك كارتكاز دفاعي، وثقته ان هو يديهم مباراه زي دي. لا، شخصيته كمان قويه جدا، تطويره لمستويات لعيبه هنتكلم عليهم زي كريم نيدفيد وزي عمرو السوليه، تعامله النفسي المميز مع اللعيبه زي بالمناسبه كريم نيدفيد اتقال النهارده ان هو عمل ريمونتادا على الجمهور. يعني حد قال، انا مش فاكر مين، لو يعني اتذكر اقول الاسم على طول، لانه حد معروف يعني انا عارفه، محمد فارس. محمد فارس تيقلي محمد، لا محمد انا عارفه، بس هو لو محمد يبقى هو اللي قالها، لان انا ما اعرفش مين اللي قالها، هشوفها واقولها ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. اتفضل. عمل ريمونتادا طبعا، كريم نيدفيد عمل ريمونتادا رهيبه، يعني لعيب كان الجماهير بتطالب مثلا برحيله في فتره من الفترات، لا دلوقتي الجماهير بتطالب ان هو يلعب اساسي. كريم نيدفيد اصبح، لا وده نمره واحد دلوقتي، اصبح هداف الاهلي في، لو عرضنا الارقام بتاعته هنلاقي ان هو هداف الاهلي، احسن لاعب بالارقام في دوري في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا للنادي الاهلي. هنبص على ارقام كريم. طب هات لنا الارقام يا سمير لو سمحت. هنلاقي ان هو لعب في دور المجموعات ماتشين اساسي، ولعب مره بديل، لعب 195 دقيقه، جايب 3 اهداف، اتسبب في ضربه جزاء، يعني ايه؟ يعني يعتبر متسبب في 4 اهداف، لانه جايب ضربه جزاء وجايب 3 اهداف. الارقام امام حضراتكم على الشاشه، اتفضل. دقه تمريراته وصلت ل 90%، نسبه فوزه بالالتحامات الثنائيه 61، راح دي نسبه كبيره، 61 كبيره جدا، نسبه كبيره جدا بالنسبه للاعب خط وسط، حاجه مهمه جدا. للعيب كمان بيروح على الجون، وده الميزه اللي هنتكلم فيها في الصور، ان هو لعيب عنده تحركاته. كريم نيدفيد بيقطع دايما جوه منطقه الجزاء، دي رقم واحد. رقم اتنين، بيعرف يكسر مصيده التسلل، يعني حضرتك هتلاحظ في اكتر من صوره بعد كده، نعرض بس الصور، دقه محاولاته طبعا 75% من 4 محاولات، يعني 3 من 4 صحيح. راجل بيروح على الجون، هداف، بيسجل، بيعرف يسرق خط الدفاع بطريقه مميزه جدا ويكسر مصيده التسلل. هنلاقيه في اكتر من صوره بعد كده، هنلاقيه ان هو يعني بص حضرتك، دي مباراه امبارح، شوف التحرك بتاعه. يعني انا الحقيقه لما قالوا لي احلى هدف، طبعا الهدف بتاع علي معلول ده هدف عالمي وما حدش يقدر يتكلم عليه، ولكن انا الهدف ده بالنسبه لي كان ايه؟ ان حسين شايف، لا حسين شايف بظهره كمان، شايف بظهره ان كريم جاي، وتحرك اجاي، فخد الناس معاه لتحت، عمل الثغره اللي موجوده، اتحطت له الكره 10 على 10، راح ميزه عند لاسارتي ان هو بيخلي اللاعب رقم 8 يتحرك يزيد. تبص حضرتك برده، ده كريم نيدفيد، يعني الجون اللي هو جايبه الثاني برده اتحرك جوه منطقه الجزاء، دي برده من الثغره اللي موجوده ما بين الاستوبرين، بيقطع ميزته في تحركاته، يعني ده كان لاعب انت ما كنتش حاسس بيه. دلوقتي بص حضرتك، ده برده في الماتش اللي هو كان قدام الفريق الجزائري، هتلاقيه برده قطع في واحده دي، والكره دي كانت هو كان اهدرها، والجون اللي جابه هي في الصوره اللي بعد دي اتحسبت اوفسايد اعتقد، وهي مش اوفسايد، ده الجون اللي جابه اهو، برده قاطع وداخل جوه. فتحركات كريم نيدفيد نموذج للبوكس تو بوكس، دي برده كره قدام فيتا كلوب اللي هي اتسببت في ضربه جزاء، سرق خط الدفاع، كسر مصيده التسلل، مش اي حد بيعرف يعمل الحركه دي، ان هو يحط عينه مع اخر مدافع ويكسر مصيده التسلل ويحطها. لا، لعيب مميز جدا، ولعيب بصراحه صاحب شخصيه، بالدليل ان هو دلوقتي بقى هداف الفرقه، يعني في دوري ابطال افريقيا، دي حاجه مهمه جدا. مش عايزين نبخس حق المدرب في القصه اللي حضرتك بتقولها، يعني كون ان هو بيلعب 4-3-3 وبيخلي، لا هو بدا كابتن ابراهيم بيخلي كريم نيدفيد عنده حريه حركه في الحته الهجوميه، يعني بيساعد في الهجوم وبيساعد في الدفاع عشان يكثف منطقه الوسط، وبالتالي عنده حريه حركه انه يتحرك بدون كوره خلف المدافعين، وبالتالي بقى يحرز اهداف دلوقتي، وبيساعده في كده التعاون الغير مسبوق بينه وبين حسين الشحات وبين السوليه اللي انتوا برضه ذكرتها، ان انت في الثلث الاخراني السوليه بقى متواجد في الثلث الاخراني. الحقيقه الانسجام بين المجموعه بتاعه الوسط والمجموعه المهاجمين، الانسجام بقى واضح جدا وبيساعد في احراز الاهداف. كيفيه احتلالهم الاماكن الخاصه الخاليه ورا المدافعين والسوباس اللي بيبقى ورا المدافعين، اغلب الاجوان جت ان التمريره بتبقى في المساحه الخاليه ورا المدافعين مش في رجل اللعيب، واللعيب بيسرق، عشان كده قدر كريم نيدفيد يحرز، وقدر معلول يحرز، وقدر السوليه يحرز. يعني الحقيقه بصمات لصالتي واضحه جدا، تاكيدا لكلام الدكتور الجميل كابتن ابراهيم برضو، يعني بتيجي للعيب من اول حاجه المدرب، هو اللي بيديله الثقه، الثقه دي في انه بيحرره من التكثيفه بتاعته. احنا شايفين اللعيبه كلها مديلهم حريه حركه في الثلث الاخراني، يعني انا ما شفتش، انا هعيد وازيد على السولية، لان هو عامل طفره في مستواه خلال الفتره كان اللي الأخيرة. جاي على طول السولية،
عامل طفره اسلام في خلال الفتره اللي فاتت. انا كنت بعيب عليه انه يرجعها ورا يلعبها بالعرض يلف. عمرنا ما شفناه اخترق وكمل وراح وشاط واحرز اهداف الا في الفتره الاخرانيه. فبيلعب بثقه كبيره جدا جدا. كان بيجي له الكره يتلجلج شويه وعايز يحطها لاقرب واحد عنده. لا ده دلوقتي بيموه وبيكمل وبيعمل مساحات وبيكمل. وحضرتك بتتكلم دي ارقام عمرو السوليه في الثلاث مباريات المقاصه وادي دجله وسيمبا مش كده يا دكتور؟ يعني الحقيقه عامل شغل كبير عمرو خلال الفتره اللي فاتت وتوج بقى مجهوده خلال الفتره اللي فاتت دي بالاهداف اللي بيجيبها واهداف على مستوى عالي. الاسيست اللي عمله برده مع اجاي لعب. اتفضل يا دكتور. اتفضل. لعب 270 دقيقه في اخر ثلاث ماتشات جايب هدفين وصانع جون اسيست صانع فرصتين راح على الجون. ده برده من العلامات بصمات لاسارتي ان هو بيخلي نيدفيد والسوليه بيكملوا جوه ال 18 وبيروح على الجون كتير. ده على السوليه راح ثلاث مرات ثلاثه اون تارجت الثلاثه ما بين الثلاث خشبات. تمريراته الطوليه اللي كان كابتن محمد بيتكلم فيها تمرير اللونج باص بتاع السوليه تمرير الطولي عامل 16 تمرير في 3 ماتشات فدي نسبه كبيره جدا بنسبه نجاح واصله ل 88% او 87.5% يعني نسبه كبيره جدا. قطع الكرات والتاكلنج الصحيح بتاعه كبير وده خلي بال حضراتكم ده مهم جدا في الفوز بالكره الثانيه نعم الفوز بالكره الثانيه الفوز بالكره الثانيه وازاي ان هو بيعمل الباس بشكل كويس جدا وفي نفس الوقت بيرجع يقطع الكوره مميز قوي. هو كمان بالروح عنده حته الروح فالتاكلنج الصحيح بتاعه كويس جدا 8 قطع الكره 43 مره في 3 ماتشات نسبه عاليه جدا حصل على 3 فاولات مراوغات ناجحه بتاعته 3 فالسوليه وكنيدفيد لا الاثنين دول اتطوروا بشكل كبير جدا مع لاسارتي وواضح ان هو بيخلي لعيب البوكس تو بوكس يزيد يجيب اهداف فدي لان هو بيستخدم دايما سيست الضغط العالي فبيضغط بخمس لاعبين وفي لعيب ورا بيغطيهم اللي هو غالبا هيبقى حمدي فتحي في سياسته اللي هو بيعمل السكريننج من وراهم والخمسه اللي قدام بيعملوا الضغط العالي فدي بصمات واضحه جدا ليه. انا هكمل على احمد حاجه برده مهمه قوي يمكن لمستها في الراجل الخواجه ضاف للنادي الاهلي حته مهمه جدا جدا وهي دي اللي رفع الاداء. ايوه انك مش بتعمل يعني اول ما بتفقد الكره اسلام بتبقى باسرع وقت ممكن عايز تجيب الكره تاني. ودي اللي بتخلي النادي الاهلي دايما طريقه البرشلونيه اول ما بيقطعوا الكوره اول ما حد بيقطع الكوره ولا في باص غلط بتلاقي كل يعني ضغط جماعي ضغط جماعي في كل حته عشان تجيب الكوره باسرع. شفناها في ماتش دجله كمان كانت على اعلى مستوى والمقصه في الشوط الاولاني الفرقه مش عايز تلعب مش قادره تلعب أعتقد. ده المقصة بالظبط يعني انت حاطين لي الشاشه في اخر الدنيا فما بشوفش غير لو تفتحوا اللي جنبي عشان الناس ما تقولش يقولوا اعتقد يعني انا كويس ان الكبيره قدامي هنا لا يعني دي حته مهمه جدا جدا عشان بتعمل عشان كبير بس يا كابتن وديكورنا كبير فلازم نعمل كده. ماشي اتفضل. احنا طبعا المساله اللي انا اتكلمت فيها دي مهمه قوي قوي الضغط وانك تجيب الكره تستحوذ على الكره تاني مهمه قوي بتعمل عمليه احباط للفريق المنافس هو مش قادر يتحصل على الكره عشان يبتدي هجمات او يبتدي يلعب فبتبقى مضغوط 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 على طول. تكمله للكابتن ابراهيم الكلام اللي قاله واحمد اللي قاله الشوط الاولاني ان ناس كتيره جدا عماله تتكلم في الشوط الاولاني والشوط الثاني. احنا الشوط الاولاني الراجل ادوني فرصه اسال يا كابتن اتفضل. انا والله عندي يعني بالمناسبه لسه عندنا نص ساعه نقدر نتكلم فيها ونقول الاسئله بتاعتي انتوا كده بتحرقوا كل حاجه. لا خلاص لا اتفضل خلاص لا لا خلاص هنتكلم بقى عشان هيجي دورها السؤال ده هيجي دوره هيجي دوره طبعا طبعا يعني ده مهم جدا لان ولا انا اتفضل لانه ناس كتيره بتسالني فعلاً. لماذا دائما النادي الاهلي خلال الثلاث مباريات الاخيره الشوط الثاني مختلف عن الشوط الاول؟ عايزين نقول النادي الاهلي الخواجه بيلعب بالمباريات دي عايز يحصل على اللي هو عايزه من المباراه الواقع هو عارف انه عنده اصابات وعارف ان عنده لعيبه مجهده وعارف ان في لسه موضوع الاصابات ده برضو يعني ماسك في النادي الاهلي فهو عايز المباراه في الشوط الاولاني اللعيبه بتبذل اقصى جهد عندها في الضغط والاستحواذ والحمد لله ربنا بيكرمنا في الشوط الاولاني وبنكسب. الشوط الثاني انت مش مستعجل على حاجه ما ينفعش ان انت تضغط يعني مثلا المباراه الاخيره بتاعت سيمبا لاحظنا في الشوط الثاني من كتر طبعا الاهداف اللي جت في الشوط الاولاني ده نوع من العصبيه لفرقه او لعيبه سيمبا فبتضربوا طف جدا وبيضربوا بشكل صح فلازم انت ما تجريش الموضوع ده في الضغط انت بتلعب من بعيد وابتديت تدور في الكوره ومش مستعجل وبتستهلك وقت عن طريق الاستحواذ والتدوير فانت لازم جمهور النادي الاهلي يعرف ان لو كان النادي الاهلي لا قدر الله في الشوط الاولاني ما بيحرزش اهداف
انا اعتقد ان هيبقى الشوط الثاني استمر كوبي من الشوط الاول. استمر الضغط طبعا. ده كلام حضرتك في الاول. بالظبط كده. قلت في الاول بالظبط كده. زائد من المكاسب برضو اللي احنا حققناها تكمله لكلام الدكتور، في اكتر من لعيب دلوقتي بيلعب في البدارات النافعه، الاصابات خلت النصارتي بيخترع بيخترع اماكن. يعني ايمن اشرف بقى يلعب مساك وبيلعب باك شمال، نيدفيد بيلعب باك يمين وبيلعب في نص الملعب، ودلوقتي بقى تحت راس الحربه في الثلاثه تحت راس الحربه. مظبوط. طلعت جواكر يا كابتن ابراهيم. طلعت جواكر. محمد هاني هاني بقى بيلعب باك يمين وبيلعب مساك، ولو لعبت ديفندر هيلعب ديفندر. سليمان بيلعب في الثلاث مراكز اللي تحت حتى لما رايح في الماتش الاخير محمد هاني، وهو محمد هاني من اللعيبه اللي ما شاء الله هو حاجه جميله رائعه يعني، كمان نمسك الخشب هنمسك يعني رائعه من اللعيبه الرائعه برضه خرجوا وحط نيدفيد ناحيه الرايت يعني. انت فاهم ازاي الاضافات اللي جت بقى الماتش اللي فات؟ رامي ما شاء الله ده مكسب لوحده، ده ان هو رجع بعد سنه هو وحسام عاشور وسعد سمير الحقيقه برضو من المكاسب المهمه. طبعا يعني كل رجوع المصابين ده النادي الاهلي هيبقى ليه شكل تاني في الماتشات اللي جايه. لاول مره كابتن ابراهيم بعد فتره من فتره كبيره جدا يبقى عندك دكه قويه ولعيبه كتير وتقدر دلوقتي، بس لو هنتكلم بقى عشان ما احرقلكش السؤال اللي جاي لما يحصل هنعمل ايه في انبي؟ طبعا اعمل ايه؟ قولوا لي اعمل ايه؟ انا حاسبك كابتن حشيش بيجاوب قبل ما اسال. ايوه خلاص ماشي. طب كابتن ما لو بقى وليد ازارو وليد سليمان ورمضان صبحي واحمد فتحي وبقيه اللاعبين اللي متواجدين ده هتبقى قصه. لصايتي هيبقى في مشكله طبعا. لصايتي هيبقى في مشكله يلعب مين؟ يلعب مين ويقعد مين؟ الفتره اللي جايه بعد الشكل الجميل اللي طبعا الشكل حلو بقى صح؟ بعد رجوع المصابين دول المشكله هتبقى مين يلعبه في الماتش ده ومين يلعبه في الماتش ده. هي دي بقى هي دي القصه دون المساس بقى كمان. ما في حاجه مهمه جدا للهيكل الرئيسي بتاع الفريق، قوام الفريق اللي ماشي وشغال الفتره الاخيره وبيكسب. انت برضو يعني استحسن ما تغيرش فيه كتير، بس اللي هيساعده على كده كابتن ابراهيم انا في رايي يعني الجهاز المعاون والجهاز الطبي بالتحديد. مين اللي مجهد؟ مين اللي يقدر؟ انت لازم هتدور كذا كذا. اصل انت ده انت هتلعب 8 ماتشات خلال شهر فبراير. مش معقوله يفضل ال 11 لعيب يلعبوا. هيفرض عليك التدوير. لازم التدوير هيفرض عليك اجباري. لازم هتدور مالكش حل. وخاصه ان الانسجام بقى عادي يعني، اثنين بيطلعوا اثنين بيدخلوا، ما بتحسش ان في لعيبه كتير اتغيرت في الفرقه. الانسجام موجود. طب انت لاحظت حاجه يا كابتن ابراهيم؟ في بعض اسلام اللعيبه مستواها الفترة الأخرانية زاد نتيجة برضو للمنافسة. طبعا ان اللعيب تفق. لما انا ببقى يعني طبعًا. بلعب وانا لوحدي ومفيش حد حتى احتياطي ليا، مفيش حد بيشخبط عني بقى انت غير ما تلاقي واحد نزل وبقى متألق يعني طبعًا. الديفندرات ما شاء الله دلوقتي بقت كويسة. المعلول كمان في راجل جاي له برضو على مستوى عالي وشفناه الماتش اللي فات. وحيد شخصية الأهلي الوحيد ده بالظبط كده. زي ما على فكرة زي ما يكون بقاله فترة 5-6 سنين معانا. ودي على فكرة دي برضو هيبقى كبير مش دي برضو اسلام دي برضو حاجة كويسة في الاختيارات. اسم الله عليك طبعا يعني جميل برضو. احنا جميل قلنا السنة هي دي الميركاتو الشتوي للنادي الأهلي السنة دي مختلف تماما خالص. أولا بشخصية النادي الأهلي صحيح. كلهم عايزين النادي الأهلي صحيح. يعني كل اللعيبه اللي جت النادي الاهلي الشتاء هو اختار النادي الاهلي. هو اللي اختار النادي الاهلي طبعا. النادي الاهلي يعني طبعا طبعا هو، لكن هو اللي اختار النادي الاهلي. مين مش هيختار النادي الاهلي يعني؟ طيب احمد عايزك برضو علي معلول ودوره الواضح جدا هذه الايام مع النادي الاهلي. طبعا علي معلول عودته فرقت كتير جدا مع النادي الاهلي. يمكن علي معلول من ساعه ما رجع لعب 7 ماتشات سواء في الدوري او في افريقيا، مسجل 4 اهداف. باك شمال ما شاء الله يعني، باك شمال بيعتبر يعني سلاح مهم جدا في الجبهه اليسرى للنادي الاهلي. مسجل 4 تجوان وصنع 3. ده باك شمال يعني. باك شمال لما يسجل 4 تجوان ويصنع 3 في 7 ماتشات ويتسبب في ضرب الجزاء يعني حوالي 8 اهداف في 7 ماتشات ويصنع 10 فرص ومعدل. ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. اكيد انت عارف. امسك الخشب. اكيد انت عارف. هقول لحضرتك حاجه بعد ما تخلص. طبعا هو صنع بس الخشب ولا ايه؟ صنع فرص 10، بيديك 33 عرضية في 7 ماتشات نسبة كبيرة جدا، بيروح على الجون 12 مرة في 7 محاولات في 7 ماتشات نسبة كبيرة جدا برضه. أيوة. بيبني هجمة من تحت كويس، معدل تمريراته الطولية واصل ل 31 تمريرة طولية، ونسبة دقة تمريراته اللي من تحت 90% يعني القصيرة. ولكن في حاجة مهمة جدا، علي معلول كل سنة بيجي والنهائي ما بيلحقوش بتاع دوري أبطال أفريقيا.
اذا لازم اعمل روتيشن، لازم ابدا ادي لمحمود وحيد شويه زي ما الراجل عمل في اخر ماتش، ان هو بدا يريح علي معلول ويدخل محمود وحيد خاصه في مباراه الدوري عشان علي معلول ما يقعش في المراحل الاخيره بتاعه دوري ابطال افريقيا، لان كتر المباريات اكيد هيجيب له يعني بيحصل اصابات من كتر المباريات او كتر ما اللاعب بيلعب. أيوة. وبالتالي لازم نعمل روتيشن خاصه في الجبهه اليسرى ما بين معلول ومحمود وحيد. انت عارف كلامك برضه التمريرات بتاعته كلها فيها الدقه طبعا، يعني كل التمريرات بتاعته بتوصل لمهاجم المهاجم من النادي الاهلي، ما بيعملهاش احتباطا في المكان، في اجنحه بتعملها اعتباطا في المكان واللي يلحق، انما ده في دقه في التمرير، ودي حاجه بتميز علي معلول عن اي جناح اخر. يعني انت عارف يا كابتن ابراهيم، استكمال لحته الشوط الاول والشوط الثاني، عشان انا يعني الناس كثيره جدا فعلا بتتكلم من الموضوع ده. انت قاعد يا اسلام واحنا قاعدين واحنا بنتفرج، لما بنبقى اطمننا على النتيجه في الشوط الاولاني والشوط الثاني، في كور سبرنتات كده معينه احنا كلاعيبه كوره بنحسها، بنقول له معلول بلاش دي، بلاش تدوس في دي، بلاش، احنا خايفين على اللعيبه عشان طبعا الاصابات. بالظبط فعلا، فدي حقيقه ان انت بتعمل اللي انت عايزه الشوط الاولاني، بتطمن للنتيجه وبتدي تلعب بقى بايه، يعني بيخلوا الكوره هي اللي تتعب الشوط الثاني. بص يا احمد، ده جون بيقول كل اللي انت قلته. صحيح، دقه التمريرات، الاوفرلاب، الباص، بس الجمله دي يا كابتن اسلام بتتكرر كتير جدا. الشغل الاسارتي واضح جدا ان هو بيعمل جبهات، بيخلي الجناح يدخل لجوه والظهير بيعمل الاوفرلاب من وراه، اتكررت كتير بغض النظر عن الاسماء. بغض النظر عن الاسماء، بس خاصه جبهه رمضان ومعلول اتكررت كتير جدا، اتكررت في جبهه فيتا كلوب لو حضرتك تفتكر، وجبنا وكارت احمر. صح، ورمضان جاب فيها كارت احمر، ماتش بيراميدز، ماتش المقصه، ماتش يعني اعتقد وماتش سموحه. ماتش سموحه صح، اتكررت كتير جدا، وواضح ان الراجل محفظهم جمل، الجناح بيقطع للعمق والظهير بيعمل الاوفرلاب من وراه. لا، هي الجول ده فيه كل اللي انت بتقوله، فيه قد ايه هو واخد سبرنت من اخر الدنيا، الاوفرلاب اللي بيتعمل، الاوفر نفسه ودقه الاوفر، البصه والاوفر. بص الاوفر ده، انا البصه بيبص وهو بعد كده هنا بيبص الاول يشوف هيدي لمين، يعني مش اي حد. بص رفع عينه، بص دلوقتي رفع عينه. عارف كمان الاحلى من كده كمان في النادي الاهلي، انا شايفه في لعب النادي الاهلي دلوقتي، ان الراجل ابتدى يلعب بكذا طريقه في الناحيه مثلا الهجوميه. كنت الاول مثلا انت بتلعب ناحيه الجناب بس زي ما انت قلت يا احمد، دلوقتي بنشوف كمان الاطراف اليمين والشمال بتخش من جوه نص الملعب، زي نيدفيد في حاجه بيقطع من جوه وجاب اهداف، فانت بقى عندك في اختراق من العمق، وعندك لعب من الاجناب، كذلك التصويب. الفرقه دلوقتي برضه ما كانتش بتصوب، لان في بعض الماتشات مالكش سبيل انك تحرز اهداف الا عن طريق التصويب. بص يا كابتن، الجون ده برضه فيه زي الطايره كده، واحد طلع هوش. بص الاولاني ده، ايوه اللي على القريبه ده، ناصر ماهر تقريبا قطع على القريبه، هشام محمد. هشام محمد بالظبط. بص يا كابتن، برضه تحس خد انتباه الناس بالظبط كده، حتى ولو شويه الثانيه دي، هي دي اللي احنا طبعا المهاجم محتاج ان هو يجيبها. صحيح صحيح. شكرا يا زميل، اتفضل يا كابتن. فعايز اقول لك ان دلوقتي النادي الاهلي بيلعب بكذا، بينوع في الطرق، ما تبقاش عارف ان انت هتمسك. يعني النادي الاهلي كان الفتره اللي فاتت خلاص سيطرنا على الاجناب بتاع النادي الاهلي، شلينا حركه النادي الاهلي. دلوقتي لا، دلوقتي الاطراف بتخش من جوه، حسين الشحات، رمضان صبحي بيخش من جوه، لعيبه نص الملعب كمان بتكمل، زي نيدفيد الماتش اللي فات بيكمل واخد كرة، احرز هدف رائع بالنسبه له، التصويب من بره. عندك كمان بعض اللعيبه ما كانش خاسره بس على وليد سليمان في الحاجات اللي هي الثابته دي، بنشوف معلول دلوقتي على اعلى مستوى. بقول لك يعني انا بصراحه بقالي كتير بقى، لكن معلول بصراحه رائع يعني رائع. ولسه كمان لما رامي يرجع لمستواه، رامي انت عارف برضه في حته التصويب انا احط ايدي على الخشب على طول بقى طبعا احنا بنتكلم على سبيل الهزار يعني، مش اي حاجه يعني، عشان برضو الناس ما بس دي حقيقه. ما الاصابات احنا جينا فتره من الفترات مش عارفين ايه كم الاصابات دي. لا، كل ما بتيجي تتكلم بقول لك انا شدت، فاكر لما رجليها شدت شدتها. طيب كابتن ابراهيم، برضو عايز اسال حضرتك عن المفاجآت اللي حصلت في الدوري ابطال افريقيا. هزيمه الافريقي 8-0
8-0 في دلوقتي نوادي في افريقيا ابتدت تبرز من العدم، يعني ما كناش بنسمع عنها، وابتدت تتالق في عشان كده طول عمره موجود، عشان مازيمبي موجود طول الوقت. لكن في تقصد حضرتك حاجات تانية يعني يعني في لعيبه دلوقتي ابتدت تبرز ما كانتش ليها وجود، وابتدت تؤثر في نتائج الفرق اللي هي بتمسكها، وبالتالي ما نقدرش نبخس حق الفرق الافريقيه ولا نتكل ان هم لا دول كانوا ضعاف، لا دول لا ده احنا كعبنا عالي عليهم، لا الكلام ده بطل. الفرق الافريقيه مستواها تقدم جدا، نظرا اولا المدربين الاجانب بقوا منتشرين جدا في افريقيا، عملوا اكاديميات داخل البلاد الافريقيه وهم اللي بيشرفوا عليها، المدربين الاجانب هم اللي بيشرفوا عليها وبيدعموا بيها النوادي الافريقيه، سواء عن طريق البيع أو زي ما هم بيتفقوا. فالدنيا ابتدت تختلف في افريقيا، فالمستوى سواء النوادي او المنتخبات ما نتهاونش، العمليه بقت المستوى بقى عالي جدا، ولازم احنا نواكب هذا التقدم بمستوى اكتر شويه. النهارده الزمالك كانت في مشكله كبيره في مباراته، بس لا زالت في حاجه مهمه جدا يعني لازم برضه نقولها، لان في تصريح تعبني نفسيا يعني، وقلت ايه التصريح الغريب ده يعني، الناس اللي بتقارن بين الكونفدراليه وبطوله الابطال. لا طبعا البطوله الافريقيه طبعا اقوى بكتير، لان دي مؤهله الانديه كاس عالم انديه، وبعدين دايما اللي بيخش في الابطال اللي هو بطل الدوري العام اللي بياخده على فترات كبيره، انما ممكن احنا طول عمرنا عارفين ان الكاس ده ممكن فرقه درجه ثانيه في انجلترا بتاخد كابتن. لا الكاس. بس هو خلي بال حضرتك الموضوع الاهم في كل ده، دايما لو انا عندي قناه مؤجره مثلا يعني قناه مؤجره مثلا القناه دي ناس ممكن انا اقعد اقول فيها ايه، لو انا عندي يعني ممكن اطلع اقول ايه، انا عندي احسن قناه في الدنيا، انا عندي احسن ناس في الدنيا، انا عندي كذا 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 كذا، ده بغرض ايه؟ ان انا اعلي من الـ الروح النفسيه للناس اللي موجوده معايا. تمام. فهو اكيد اللي قال كده واجبه يعني. يعني انا اقصد ان ايه، طول ما انت موجود في مكان ما انت هتقول ان هو احسن. بالظبط يعني صحيح، مش هتعمل حاجه ثانيه. هقول لحضرتك على حاجه برضه، لو يعني المقارنه ما بين الناس اللي بتقارن ما بين البطوله دي والبطوله دي، النهارده نادي الزمالك خسران من جورماهيا كيني ده اصلا كان في الاول في دور ال 32 كان بيلعب في دوري ابطال افريقيا. مظبوط. خرج من مين؟ خرج من لوبي ستارز اللي هو متزيل مجموعته دلوقتي حاليا في مجموعه الوداد وصن داونز واسك، فده فرق شاسع. صحيح. ما بين البطوله دي والبطوله دي، تخيل لما الفريق ده يخرجه الفريق اللي هو متزايل مجموعته دلوقتي. تمام. صحيح. فهي المقارنه اصلها يعني، لا المقارنه يعني ظالمه بين البطوله يعني الافريقيه وبين الكونفدراليه يعني. دايما الواحد لما بيجي يشوف يعني بيلاقي عنده نقص يعني، مش هيقدر يكمله، هيكمله ازاي؟ لازم يرفع دايما لازم ترفع روح المعنويه. لكل السنه دي كمان فيها الترجي، الوداد، مازيمبي، فيتا كلوب، سان داونز، شبيبه الثوره، ده فريق عامل طفره، فالفرق تقيل قوي السنه دي، وواضح ان هي هتبقى اقوى من السنه اللي فاتت كمان يعني. الناس اللي مش متابعه الفرق لا تتابع الفرق، تتابع الفرق بالظبط كده. طيب هننتقل للحديث عن مباراه انبي بقى، نشوف كيف يستعد النادي الاهلي لهذه المباراه الهامه جدا في الدوري العام المصري. كل المباريات اللي جايه هتبقى مباريات مهمه جدا 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 في طريق النادي الاهلي. نطلع نشوف تقرير عن اهم استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه، اللي هي المباراه اللي هتبقى بعد بكره ان شاء الله، مباراه النادي الاهلي ضد نادي انبي، ونرجع نكمل مع حضراتكم معاكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ابراهيم، اخيرا كيف ترى استعدادات النادي الاهلي لمباراته القادمه مع انبي؟ استعدادات استشفائيه طبعا وكل حاجه، ولكن كيف سيلعب النادي الاهلي هذه المباراه؟ هيلعب بنفس الطريقه 4-3-3 4-2-3-1؟ كيف سيلعب؟ الاول احنا نبص على نادي انبي، الحقيقه بيحتل المركز ال 14 وده مركز لا يتناسب مع نادي انبي طبعا. لعب 20 ماتش خسران، يعني كسبان 4 ماتشات من 20 ماتش، متعادل 9 خسران 7، داخل فيه 27 هدف، ده مش المستوى المناسب لنادي انبي. اما بالنسبه للنادي الاهلي فلو استمر على ادائه الثلاث ماتشات الاخرانيين ما اظنش ان حد هيقف قدامه في الدور الثاني. اتمنى
ان روتيشن يحصل بين اللعيبه وان الاستشفاء يبقى على درجه عاليه من الـ من الـ من الجديه بالنسبه للعيبه. وانا شايف ان هم ماشيين في طريقه اكثر من ممتازه الحقيقه، حته الاستشفاء وحته الاحلال والتجديد، وخاصه اللعيبه المصابه اللي رجعت دي والثقه اللي خدوها في ماتش سيمبا. انا شايف ان النادي الاهلي لو استمر بحته الضغط على في نص ملعب الخصم في كل الماتشات اللي جايه هيبقى يمشي الماتش على كيفه، ويقدر يحرز اهداف في الشوط الاولاني، ويقدر يعمل الاستحواذ في الشوط الثاني زي ما عودنا الثلاث ماتشات الاخيره. كابتن حشيش، طبعا يعني انا اتمنى ما يبقاش في تغيير في التشكيل الاخير الا اذا كان فيه يعني حاله من الاجهاد مثلا. شفت الماتش اللي فات سعد سمير في الاخر كده مسك رجله كم مره، بس الحمد لله بقى كويس. يبقى زي التشكيل اللي فات يبدا، وان شاء الله يكون في مكسب برضه في الشوط الاولاني. الشوط الثاني ممكن يعمل عمليه بقى تريح للعيبه اللي هي واخده كتير او عندها مثلا بعض الاجهاد، انما لازم يحافظ على القوام الاساسي للفريق. طبعا انبي عملت صفقات، يعني جابوا مهاجم سيمبا تشيزا، وجابوا مهاجم لكومبي ده من فيتا كلوب، وجابوا احمد شكري من المصري، وجابوا احمد رفعت من نادي الزمالك، فعاملين صفقات برضه لازم نعمل نحترم الخصم بالتاكيد. واعتقد النادي الاهلي لو لعب بنفس طريقته باستخدام الضغط العالي وقسم الماتش زي ما لاسارت بيعمل، بيضغط الضغط الشوط الاول وبيريح الشوط الثاني، بس طبعا هدف مبكر دايما بيريح كتير جدا. خد بالك احنا الثلاث مباريات كان هدف مبكر بالظبط، ده مفتاح المكسب. ده مفتاح المكسب، وده يعني واضح ان فكره لاسارت كده، اول نص ساعه يحاول يجيب هدف او يامنه بجون ثاني، وبعد كده بقى لان انت بتلعب كل ثلاث ايام ماتش فبتريح اللعيبه يعني. تمام، خلينا نشوف ترتيب النادي الاهلي في مجموعته الافريقيه قبل بس ما ننهي. النادي الاهلي في المركز الاول بسبع نقاط، وفيتا كلاب في المركز الثاني باربع نقاط، ثم سيمبا في المركز الثالث بثلاث نقاط، وشبيبه الثوره الجزائري في المركز الاخير بنقطتين. طب محضرين ايه تاني؟ ده ترتيب مجموعه، ده ترتيب نادي الزمالك في البطولة الكونفدرالية. أتلتيك بيتروس بعيد قوي يا جماعة، بيترو أتلتيكو، صحيح أنا بيترو أتلتيكو نقوله زي ما احنا عارفينه خلاص. ونصر حسين داي في المركز الثاني عنده بيترو أتلتيكو عنده ثلاث نقاط، ونصر حسين داي عنده ثلاث نقاط بعد بقى فوزه على ومين اللي كسب النهارده؟ نصر حسين ضاي كسب، نصر حسين ضاي كسب بيترو اتلتيكو صح؟ انتوا عاملينه غلط يا جماعه. بعدين جورمايا طبعا الماتش هو نعم جورمايا وبعدين الزمالك ترتيب يعني جورمايا وبعدين الزمالك في المركز الاخير الزمالك، لكن لسه المباراه قادمه. عموما احنا طبعا يهمنا النادي الاهلي ان هو في المركز الاول ويحافظ على هذا الشكل ان شاء الله خلال الفتره القادمه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن. ربنا يخليك، ده اللي متشكر ليك والصحبه الجميله اللي متواجد معانا. ربنا يخليك ايضا، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن حشيش على وجودك معانا، شكرا جزيلا يا ابو حميد على وجودك معانا وعلى هذه الاحصائيات. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله يوم الثلاثاء انتظرونا في واحده من المباريات الهامه كالعاده، اسمعوا منا كلمه الهامه كثير خلال اليومين دول، واحده من المباريات الهامه في من مؤجلات الدوري العام المصري. نادي الاهلي سيواجه انبي ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه الخامسه، هنكون مع حضراتكم ان شاء الله، تنتظرونا ان شاء الله. مباراه تبقى مهمه او مباراه يستطيع النادي الاهلي الفوز بها بثلاث نقاط، زي ما الكباتن اجمعوا وقالوا يجب ان يتم تقسيم المباراه خلال الفتره اللي جايه، كل المباريات اللي جايه هيبقى فيها شويه تقسيمات كده يعني عشان تبقوا حضراتكم عارفين، علشان الناس تقدر تستحمل الثمان ماتشات في 28 يوم، لازم تبقوا حضراتكم عارفين ايه اللي بيحصل علشان اول باول نقول لكم ايه اللي بيحصل عشان تبقوا دايما في ظهر الفريق، لان فريق النادي الاهلي بدون مؤازره الجمهور سيفقد الكثير والكثير. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي يوم الثلاثاء القادم وحلقه جديده من ملعب الاهلي.